قبل الحصه عايز يكتب حل الامتحان. عايز قبل الحصه عايز يكتب حل الامتحان اللي عليه الدور زي ما عملت كده النهارده، بحيث الساعه 9 نقوم بادئين نحله احنا على طول. ماشي؟ نعمل له يعني احله انا تاني، تقوم تعرف تصحح في ايه وغلط فين. طب ده سم اوف ميجرز اوف تو سبلمنتري انجلز، ده ايه؟ امتحان اف 15 اهو جيومتري. يبقى اول واحده قال لي سب كومبلمنت انجل 30، وبيقول لي الكومبلمنت بتاعها نعمل 90 ماينس 30 ايكوال 6. طيب هنا the sum of measures of the supplementary angles equal 180. supplementary 180 على طول، يبقى number دي 180. تمام. طيب لو جينا اللي بعدها، انا عارف انت عملتي دي صح. triangle ABC congruent to triangles XYZ. ABC congruent، بيقول لي to triangle XYZ. طيب بيقول لي ايه بقى؟ ميجر انجل اي ايكوال 60، الاي دي ب 60، طب على طول الاكس ب 60 على طول، ما اي زي الاكس. طيب ايه تاني؟ وبي ايكوال 40، البي دي ب 40، يبقى الواي هي كمان ب 40. فاضل دي، طب ما انا لما يكون عندي تو انجلز وعايز اجيب الثالثه بعملهم بلس بعض ماينس 180، او ممكن اعملها في ستيب واحده 180 ماينس 60 بلس 40، اقوم حاسب الليله دي كلها تقوم طالعه لي 80. يبقى طلعت الاوبشن نمبر كام؟ نمبر سي. يبقى نمبر 3 طلعت سي. معايا بسمله ولا مش معايا؟ طيب معايا. طيب نمبر 5، نمبر 4. نمبر 4 بيقول لي ميجر انجل اكس ايكوال 100، ذن ذا ريفلكس. ريفلكس نعمل 360 ماينس على طول. يبقى 360 ماينس 100 هتطلع 260. تمام. 260 اللي هي طلعت اوبشن نمبر كام؟ نمبر سي. يبقى نمبر 4 طلعت سي. طيب نمبر 5 قال لي ايه؟ If two straight lines intersect، لما two straight lines يعملوا intersection كده each two vertically opposite angles، دي ودي اسمهم vertically opposite angles او بيسموهم VOA. each two vertically opposite angles بيبقوا مالهم equal. يبقى each two بقى مش adjacent، هختار option number D vertically opposite angles. تمام؟ طيب لو بصينا على الكويس النمبر كام؟ في نمبر 6 باين؟ في نمبر 6. طيب نمبر 6 بيقول لي ايه؟ نمبر 5 بتبقى فيرتيكالي اوبزيت؟ نمبر 5 اختار فيرتيكالي اوبزيت انجلز، ما هو فيرتيكالي اوبزيت انجلز اللي هي اوبشن دي. طيب نمبر 6 بيقول لي ايه؟ نمبر 6 بيقول لي the sum of measures of two adjacent angles formed by intersection of a straight line and array. بص يعني لو عندي straight line كده وجي ري عامل عليه كده، الانجل دي والانجل دي بيبقوا سبلمنتري على طول، يعني الصم بتاعهم 180 على طول. يعني لو لقيت دي 80 تلاقي دي 100، لقيت دي 60 تلاقي دي 120. فانا هختار اوبشن نمبر كام؟ 180 اللي هو اوبشن نمبر دي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. كويشن نمبر 2. The two perpendicular lines، the two perpendicular lines on a third line، يعني عندي بصي ادي لاين اهو، ده كويشن نمبر 2. ادي تو بيربنديكولار لاينز، هما بيربنديكولار على لاين ثالث كده، يبقى هما الاثنين ايه؟ باراليل. يبقى اللاينين دول هيبقوا باراليل. تمام؟ طالما هما بيربنديكولار على لاين ثالث. طيب اللي بعديها نمبر 2، دي كانت نمبر 1. طيب نمبر 2 في كويشن 2 بيقول لي a circle of radius length 7 then its area، خدي بالك الاريا بتاع السيركل equal باي ار باور 2. الباي دي هو مديالي بكام؟ الباي قال لي ب 22 اوفر 7. معوض بقى نكتب 22 اوفر 7 تايمز ار، ار اللي هو الراديوس، الراديوس بتاعها قال لي كام؟ قال لي الراديوس بتاعها 7، ونحسب دي على الكالكوليتر هتلاقي طلعت لك 154، قوم كاتب جنبها سنتيمتر سكوير. يبقى قانون الاريا بتاع السيركل باي ار باور 2. طيب نمبر 3 قال لي ذا تو رايت انجل تراينجلز ار كونجرنت، يعني عندي تراينجلين كده رايت انجل زي ده كده وزي ده، امتى يبقوا كونجرنت؟ لو الهايبوتنس اللي هو الهايبوتنس ده والهايبوتنس قد بعض وسايد قد سايد، يبقى اف هايبوتنس اند وان سايد ار كونجرنت، ممكن اقول له كونجرنت وخلاص، in two triangles، in two triangles.
يعني لو الهايبوتنس وان سايد، الهايبوتنس ده قد الهايبوتنس ده والسايد ده قد السايد ده، يبقى الترينجلز دول ايه؟ ار كونفكت. يبقى ايه في هايبوتنس اند وان سايد؟ ان تو ترينجلز ار كونفكت. طيب تعال نشوف بقى اللي بعديها. اف ذا تو لاينز ال 1 وال 2 ار بارلل، ار بارلل لاينز، ذن ال 1 انترسكشن ال 2 ايكوال كام؟ خدي بالك لو انا عندي تو بارلل لاينز كده، يعني عندي لاين بارلل لاين نمبر 4، لو عندي لاينين بارلل لبعض كده، ده اسمه L1 وده اسمه L2. طالما هما الاثنين بارلل يبقى الانترسكشن بتاعهم ايكوال فاي، لانهم عمرهم ما هيتقابلوا، عمرهم ما هيتقابلوا. طيب the measure of each angle of the two complementary angles equals، يعني عندنا لو عندنا two equal complementary angles، ال complementary angles اصلا مجموعهم 90، لما يكونوا هما الاثنين equal، هما الاثنين equal، يبقى نعمل 90 divided 2، هتطلع الاجابه كام؟ 45. 45 طيب المساله اللي بعديها اللي هي الانجلز اللي متجمعه حوالين النقطه دي، دي سهله. بعمل ايه؟ اللي هو question number 3، بعمل 360 ماينس واجمع كل الانجلز دي. عارفه انت المساله دي اللي هم كلهم طالعين من انجل واحده، دول في عندك 110 تقوم عامله بلس 90 بلس 40 وتطلعها على الكالكوليتر وخلاص، هتطلع 120. طيب لو جينا بصينا على السؤال اللي بعده، عملتها كده يا مستر. انا عارف، انا عارف انت عاملاها، ما انا عشان كده قلتها بسرعه عشان عارف انت عاملاها. طيب تعالي نشوف الترانجل اللي بعده دون كده، مديني الترانجلين دول كده. انا عارف انت بتحب الجيومتري اصلا اكتر من الجبر يعني. طيب تعالي نشوف كده، مديني الترانجل ده فوق اهو، الترينجل ده الترانجل تبقى 108. 120 اللي فاتت. طيب هو مديني، مديني ال ال اه السايد ده، اه مديني ده 3، خلاص يبقى ده 3. خدي بالك، ومديني ايه؟ مديني الانجل دي 30، 30 ديجريز، خلاص يبقى دي 30 ديجريز على طول، ما دي زي دي وماما كونجرانت. طيب ومديني اي بي ايكوال اي سي، ده قد ده، ماشي حلو. الترانجل ده اسمه اي بي سي، اي بي دي، وواحد تاني اسمه ايه؟ بي سي دي. طيب مالهم بقى؟ والانجل دي 90 والانجل دي 90. طب انا اقدر اجيب الانجل الثالثه دي لو احتاجناها. نشوف بس هو طالب ايه؟ هو بيقول لي هات لي ايه؟ رايت كونديشنز اوف كونجرونسي. كونديشنز اوف كونجرونسي هتجيبي ثلاث حاجات هنا في الترانجل ده، ايكوال ثلاث حاجات كده. اول حاجه عندنا اي بي ايكوال بي سي، ادي اول كونديشن. ثاني حاجه انجل اي ايكوال انجل سي، ده ميجر انجل اي ايكوال ميجر انجل سي. فاضل كمان واحده، كمان واحده ان بي دي ده بيسموه كومن سايد، كومن سايد يعني ما بين الترانجلين، كومن سايد. ادي السؤال الاولاني اللي هو كونديشنز اوف ايه؟ كونديشنز اوف سيميلاريتي، conditions of congruence. انا اسف. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ find سي دي. طب ما سي دي جبناه لك هو ب 3، لان سي دي هيبقى زي ده، زي ايه دي؟ طب ايه تاني؟ find measure angle دي بي سي، دي بي سي، دي بي سي اللي هي الانجل دي هتبقى 30، يبقى measure angle دي بي سي equal 30. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده جايب لي ايه؟ السؤال اللي بعده جايب لي، ماشي جايب لي ال جايب لي بارلل كده وبتاع، وبيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند ميجر انجل سي واي سي، اثبت ان اي سي بارلل لدي اي، اي سي بارلل لدي اي. طب فانا هعمل كده، هو جايب لي الاول، انا ملاحظ ايه؟ جايب لي حرف زد اهو، حرف زد، عامل كده 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 كده، بس هو قال لي ان ده بارلل لده، يبقى ده كده حرف يو. طالما ده حرف يو بيديني الانجل دي 115، خلاص دي 115 اقدر اجيب له دي، يبقى ميجر انجل سي ايكوال دي ودي بيبقوا 180، هقوم عامل 180 ماينس 115 هتطلع 65. حلو. طب دي 65، ولكن انا عندي دي كام؟ 65 اصلا هو مديها لي، اقوم قايل له ايه؟ وده قايل لي انه اسمه دي اي، وده قايل لي ان اسمه اي سي. هو قايل له سينس، سينس ان ميجر انجل، طالما الانجل دي
ايكوال الانجل دي يبقى اكيد دي اي بارلل تو سي اي. بس لازم اقول له الكلام ده، سينس ميجر انجل دي ايكوال ميجر انجل سي، واكتب له جنبها الترنيت، الترنيت يعني عاملين حرف زد، يبقى ذير فور اي دي بارلل لسي اي. تمام. طيب شوف اللي بعديها، اللي بعديها جايب لي تو تراينجلز عاملين كده، كده وكده كده، موصلي ده كده. طيب بيقول لي ادي ايه وادي بي وادي اي وادي بي وادي سي. ماشي، خدي بالك بقى، هو مديني ايه؟ مديني ده ايكوال ده، ومديني ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. تمام. طيب ايه المطلوب بقى؟ بيقول لي ايه؟ رايت كونديشنز اوف كونجروانس. كونديشنز هتقول لي ثلاث حاجات هنا ايكوال ثلاث حاجات هنا وخلاص. الثلاث حاجات ايه هم؟ اول حاجه ان ايه اي ايكوال دي اي، تاني حاجه هتقولي ان الانجل دي ايكوال الانجل دي، ابصي في او اي يعني ميجر انجل، الانجل ده عشان اقراها اقراها اي اي بي ايكوال ميجر الانجل الثانيه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها دي اي سي، واكتب له جنبها في او اي. في او اي يعني فيرتيكالي اوبست انجلز، اللي هي دي ودي. تالت حاجه فاضل لي انجل ايه ايكوال انجل دي، ميجر انجل ايه ايكوال ميجر انجل دي. هو قايلها لي اصلا في الجبل. خلاص طالما جبت ثلاث شروط كده، واحد اثنين ثلاثه، يبقى كده ايه؟ تو تراينجلز دول ار كونجرانت. نشوف السؤال اللي بعده باي يوزنج يور جيومتريك دي سي بتاع الرسم. نخش على السؤال اللي بعده اللي هو اخر سؤال، اللي هو مديني ايه؟ مديني ثلاثه بارلل لبعض كده، دي اسمها تاليس ثيرم، لما نكبر كمان في اولى ثانوي هناخدها. لسه كنت شرحها للمجموعه بتاعت اولى ثانوي اللي قبل كان كده اهو، بس هم عندهم على اكبر شويه يعني، فيها رولز اكتر شويه. ادي ايه وادي ده اسمه اي بي بارلل تو مين؟ تو دي سي، بارلل تو اف اي، ثلاثه لاينز دول بارلل لبعض. ماشي، وبيقول لي ايه؟ بيقول لي الحته دي ايكوال دي، حاطط عليهم شرط كده بايكوال بعض، يعني ايه سي ايكوال سي. طيب وبعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده طوله 10، ده كده طوله 10. خدي بالك طالما الحته دي ايكوال دي، يبقى دي برضو دي ايكوال دي، يعني الحته دي هتلاقيها 5 والحته دي هتلاقيها 5، اصل دول مرتبطين بدول. طالما دي ايكوال دي اي سي ايكوال سي اي، يبقى هتلاقي بي دي ايكوال دي اف. طب ده كله طوله 10، يبقى بتقسم 5 و5. هو طالب مني ايه بقى؟ بيقول لي فايند ذا لينث اوف بي دي. طيب يبقى اقول له بي دي ايكوال 5، تبقى 5. ماشي معايا؟ بس انا مفهوم ولا صعب؟ الو، معاك يا مستر. طيب ميعادنا بقى سبت وثلاث تسعة، ما تناميش ولا ايه؟ يعني يعني حاضر ما حاضر تاخريش والله، مننا بقى، عشان شفت انت دخلت في الحصه بتاعت اولى سنه، معلش. خلاص ماشي، حاضر. سلام عليكم.